صباح الخير شيرات، كي صبحتوا؟ ان شاء الله قاعد تكونوا بخير يا ربي. صباح الخير، صباح النور، صباح الورد والياسمين على جميع الناس وجميع كاع المتتبعين تاعي الاوفياء. ربي يحفظكم ان شاء الله، ونكون صبحت عليكم بالخير ان شاء الله. كيما دروك جيتكم الصباح، راهي 10 تاع الصباح. بغيت نجرب معاكم وندير معاكم واحد الفطور، فطور صباحي انا موالف نديره، بصح ما نكذبش عليكم ما نديرهاش يوميا، نديره غير تكون عند معلم. راكم عارفين دروك وقت الصغار عندهم العطله وكاع، ندير غير تكون عندهم عطله ولا مناسبه ولا يدير معاهم هذا الفطور تاعي. كما راكم تشوفوا هنايا راه عندي هذا السجق، ما نكذبش عليكم انا من محبي الافلام التركيه والمسلسلات التركيه، دائما نشوف داك الفطور الشهي وداك اللي يديروه في الطاوله تاعهم بالصباح، ما نكذبش عليكم ولا يشهيني بزاف. قلت علاش لا، مي عندي بعض المكونات، قلت انا تاني علاش لا ما نجربش فطور كيما هكا صحي العائله تاعي. ومن موالف نديرها كيما هكا، قلت نشاركها مع خواتاتي نوريكم زعما انا في هذا الفطور الصباحي شنوجد. وكما قلت لكم هذا الفطور تاعي ماشي يوميا، انا الصباح ما يكونوا الصغار ياكلوا ما يبغوش ياكلوا الماكله، يبغوا يشربوا حليب الحساس، صايب ما يبغوش يزيدوا حاجه فوقهم، نعطيهم ديك الصابره تاعهم يدوها وصايب. نبدو بسم الله، نوري لخواتاتي حاجه خفيفه. كما تشوفوا درت المقاطع هي تحمى، ندير شويه دهان زبده، بسم الله الرحمن الرحيم، ندير شويه زبده. راكم عارفين مع الصباح الواحد عاد مطلبص، بسم الله. نديرو هذا السجق كما راكم تشوفوا، نقطعوه دوائر كما هكا كما يديروه الاتراك كما راكم عارفين. ديجا غادي نوريك بعدا ان شاء الله نطيب القهوه تاني ان شاء الله، وغادي نصنع شويه بانكيك للصغار يبغوا ياكلوه مع الصباح هكا، يديروه بالشوكولا ويديروه مع هذاك البانكيك. وكاع انا نبغي ندير حاجه كيما راكم تشوفوا هكا، فطور صباحي صحي. زعما مليح الانسان قطع له خطره يدير كيما هكا، يتهلا في العائله تاعه وفي الصحه تاعه، يكون فطور كيما نقولوا تاع الصباح، حنا نقولوا قهوه الصباح، راكم عارفين باللغه العربيه يقولوا له الفطور، الفطور الصباحي كيما راكم تشوفوا هنا. غادي ندير حاجه خفيفه ماشي كبيره، يا هكا هذا السجق هنا غادي ندبله، مش عارف كي يقول له السجق كي يقول له باستما وكاين مانيش عارفه، ما نكذبش عليكم هذا رحت عند محل تركي شريته من عنده، موالف نشريه ونديره يا هكا حاجه خفيفه كما راكم تشوفوا. درت هنا شويه حبات بيض، درت شويه ملح، غادي نخلطهم من يقلى هذا غادي نفرغه عليه في الوقت اللي راه ينقلى فيه السجق تاعي المخلي باش ما نضيعش الوقت. انا هذه شريتها، هذه هنايا هذه اللوحه شريتها كيما نقول باش نحط عليها الفرماج ونحط عليها شي صوالح. واحد الوقت كنت مقلقه حطيت عليها الطاجين، تشوف ملي هو اللوحه انحرقت لي، بصح معليش انا شندير ندير ورق طهي كما راكم تشوفوا هذا تاعنا بلي صحي للاكل. غادي نشكل دائره كما راكم تشوفوا على هذا الشكل، نجي نديروها مثلث هكا حاجه خفيفه باه يبقى هذا الاخر تاعي نقي، ونقدر نحط عليه الفرماج تاعي. نزيد نصغرها شويه، كما راكم تشوفوا يبقى هذا نقي هنا، رانا هاك تشوف السجق صايدير هاك يطيب ويجي صحي ويجي علامه. هذا السجق صح هذا اللي درته زي لحم بقر، كاين تاع خروف كاين تاع الدجاج وكاين كيما راكم تشوفوا هاكا صاي هنا بدا يدبل هاكا على هذا الشكل. نقص الراس في الاثناء، نوجد البيض تاعي الكاميرا هنا تشوفوا كي راه يطيب. كما هكا يجي على هذا الشكل، الوقت اللي راه يطيب فيه غادي طيبها غير من تحت هنايا، ندير عليه شويه فرماج مبشور كما راكم تشوفوا هكا، كما
هاكا ونقص له كاع حتى نخليه يطيب البيض في غلبه باش ما نقلبهاش، خليها غير هاكا طيب. ولا بقى هنايا كما راكم تشوفوا هنايا البيض بزاف، نقد ندير هنايا وفوق هاكا صغير، هاكا نثقبها هاكا صغيره باه يدخل البيض داخل ويطيب في غلبه ويجي البيض شباب، يجي بالزبده طايب بزاف خير من اللي يجي مقلي بالزيت، ما كاش كيما الزبده عنده واحد الطعم والله لا شباب بزاف كما راكم تشوفوا. غادي هاني نقصت له، غادي نخليه فيه غداه يزيد يطيب. في هذا الوقت تاعي غادي نشكل هنايا كما راكم تشوفوا الصحن هذا صغير تاع فرماج وصوالح ونوديكم. كما راكم تشوفوا خواتاتي ها هو البيض تاعي مع السجق تاعي ها ولا طاب تاع الشها، وال شكلت هنا مجموعه من الجبن كما راكم تشوفوا للصغار كما درت على الشكل تاع ميكي ماوس، هذا ما يبغوا الصغار، زعما دائما ديروا اشكال هكا باه ترغبوا الاطفال تاعكم باه ياكلوا. درت هكا دروك مع عليا غادي نقطع هنايا شويه فواكه كما راكم عارفين، وشي نصيحه لخواتاتي ما تاكلوش الفاكهه في الليل، راكم عارفين بلي في الليل ما فيه حتى منفعه، ما كاش كيما الفاكهه ديروها مع الصباح تقطعوها وتاكلوها مع الصباح تجي اكثر صحيه وتعطي المنفعه تاعها كيما نقولوا حنا تخدم في الجسم تاعكم اكثر واكثر على الليل. هذه كنصيحه مني لان دائما عندي الفاكهه ما ناكلهاش غير في الليل، عندي دائما مع الصباح كيما كنقطعها في صحن ونشكلهم صحن من الفواكه وياكلوه. درنا بانكيك خفيف هاي لا الطاوله تاعنا خواتاتي كما راكم تشوفوا، كما قلت لكم ان هذه طاوله دائما نجهزها فقط ملي يكون عندي العطل ولا تكون عندي مناسبه ولا تكون عندي حاجه، لخاطرش في اليوم العادي تاع الاطفال تاعي ما غاديش ياكلوا لي حدو خاش يكونوا مقلقين حوسوا انت يروحوا يقروا ما غاديش يلهوا باه ياكلوا حد الماكله. انا هذه نوجدها كما قلتو راكم تشوفوا راني صنعت لهم هنا بانكيك يموتوا عليه يبغوه بزاف، درت القهوه تاعي راهي واجده كما راكم تشوفوا هنايا الشوكولا اللي يبغوها كاع الصغار، وهذه ننصح به خواتاتي وهي زبده الفول، الفول السوداني ولا اروع شابه بزاف وبنينه وصحيه صحيه صحيه، وتاني اللي يبغوا يسمنوا واللي يبغوا تاني يضربوا منها علامه مليحه تنجمو ديروها في البانكيك، تنجمو ديروها تاني في الطوست تاعكم كيما تبغوا. درت لهم هنايا الزيتون هذا كما راكم تشوفوا فيه اللوزه هنايا راني معمر به، هنا درت لهم تشكيله خفيفه من انواع الفرماج، دائما من نبغي نشري نختار اشكال تاع اطفال اشكال فيهم كما راكم تشوفوا هنايا فيهم ميكي ماوس كما هكا هذا يبغوا ياكلوه الصغار، ولا هكا على هاد الاشكال تاع وجه تاع ميكي ماوس، وراكم تشوفوا راكم عارفين بلي الصغار هذا ما يبغوا غير هكا، وما يخطيناش هذا التين، التين مع زيت الزيتون كما راكم عارفين ربي سبحانه ذكر هنا في القران قالك التين والزيتون، زعما مادام ربي سبحانه ذكر في القران يعني بلا ما نقول لكم المنافع تاعو راكم عارفين بلي عنده منافع كبيره بزاف. وهايا راه دائما هكا الصباح ياكلوا زيت زيتون مع التين حاجه مملحه خفاف. هنا راني درت لهم شويه عسل، درت لهم مربى المشمش، وهنا درت لهم مربى تاع التوت كما راكم تشوفوا، وهنا درت لهم شويه كاطو شويه كيك صغير الجي فريش كما راكم عارفين. هنا قطعت لهم مجموعه من الفواكه كما راكم تشوفوا عندنا تشينا تفاح شويه بانان درت لهم شويه افوكادو شويه كازم، الفاكهه اللي تكون عندكم تنجموا تقطعوها. ها هو الصحن تاعي كما نقولوا اللي يبغوه بزاف في الدار، البيض بالفرماج وهذا السجق، هذا السجق هذا خو نتاع من عند التراكه ما نكذبش عليكم، هذه ما كنتش نعرفها وتنشوفو يديروه قلت علاش لا انا ثاني ما نجربهش ونديره. كما راكم تشوفوا خواتاتي بغيت غير نشارككم فقط هذه لمحه خفيفه على طاوله الفطور الصباحي تاعي، ونقول لكم صباح الخير عليكم ونتمنى لكم نهار مبروك ان شاء الله، وربي يحفظكم ان شاء الله، وربي يحفظ اي واحد راه يجي يزورني ويخلي لي تعليق تاعه شباب والبصمه تاعه ربي يحفظكم، ومرحبا باي واحد جديد عندي مرحبا بكم وبكم نتوما، انا راني نواصل ونقدم مجهودات بكم نتوما وبلا بكم راكم عارفين بلي ما ندير والو، وربي يحفظكم ان شاء الله ونخليكم على خير، وان شاء الله تكون هذه الطاوله البسيطه قد نالت الاعجاب تاعكم. علاش لا ما تعلقوا ما تمدوليش التعليقات تاعكم ان شاء الله، وعطوني بصمه صغيره من عندكم ان شاء الله، نخليكم على خير ربي يحفظكم ان شاء الله وربي يستركم يعطيكم ما راكم متمنين ان شاء الله، نهاركم مبروك.